حمزة 22 سنة. حرش رضوان العمر ديالي 46 سنة. سعد بودرس 18 عام. أمين برنوصي 38 سنة. يوسف نبيل عندي 14 عام. الاسم رشيد، مهنة سائق سيارة أجرة. هذا ولد راجل، راجل مسكين، ضاربين شي عمارة ديال بصح. هادي يد باين ليا شوية تكماش في اليد و بادل مجهود، خدم في الأرض بزاف، يد ديال جاردينية هذا هو ما بين 50 و 55. بانوا ليا يدين ديال شي راجل كبير، دوز شي حرفة، بحال نجار، بلومبي، تيضرب شي عمارة. هادو اليدين ديال امرأة وكتعاني من ظروف العمل، هذه الفلاحة ولا شي امرأة كدير الميناج ديور ولا خدمة تكون كتخدم هذه واحد 10 سوايع في النهار. هاد اليدين بحال كانوا في شي حرب، شي واحد معذب بزاف. كتبان لي اليد ضاربة تمارة، كتخدم بعمل باليد يدوي. هذي خشي شكن ناكل ما كنجمعش التبصيل ديالي، كشكن فراشي ما كنجمعوش، كنجي كل واحد جاكيطة خصها تجمع هي. سمحي لي بزاف، عمرني شي شنويا كفاص، ديما نواكل المشاكل كنوش في عالفار بيدي احسن من سمحي لي بزاف، ما كنتش عارف هاد اليدين راه ديالك، خصني ضروري نعاون هاد اليدين، هادو حشومه يبقاو، خص هاد اليدين حتى هما يشكرفصوا شويه. هادي بنتي، هادي مروه، ما صدقتش بانها بنتي، بانها يديها هي هاديك، انا ما صدقتش. هادي يديك، هادي الوليدة. واش بصح بصح اللي نتي الوليدة ورا فريمون ورا تضرب شي عمارة مسكينة والله. كنبغيك بزاف، واخا ما عرفتش شنو ندير، راه عمرني جونغ نرد ليك داكشي اللي تديري عليه فريمون. ما يتشغل مدرس المعنى يا سير. مرتي عاد فيها بيان سور هي مولا جون، بيان سور عارفه. ما عندوش ما عندوش. عنديش ما كتبقاي فيا بيان سور. وي كاينو اللي عاوني لقيت هذيك كيبقى نقر عليه، كيقول لي هو كتنقري، هذاك الشيء علاش. الأم ديالي مالك قاساش، حيت فاش مات الاب ديالي ما لقاتش الاب ديالي مات وانا صغير، ومشات كتخدم كدير اي حاجه باش نعيش انايا ونكبر ونقرا ان شاء الله. الله يسمح لي منه وصافي. ساعه قاسات على قبلي، ملي كتصغر وهي كتعذب على قبلي بصراحه.